صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أرضعت ولدها بعد صلاة العصر ثم وضعته على فراشه في المطبخ، ثم خرجت إلى الغنم ولمدة نصف ساعة أو تزيد على ذلك، ثم رجعت فوجدت الصبي على وجهه قد مات وفيه أثر قيء، والسؤال: هل عليها شيء؟ لا، لأن ما فرطت، أرضعته ووضعته على فراشه وذهبت لحاجتها، انقلب، هذا ليس بسببها، هذا ليس بسببها، فهي ما فرطت ولا عليها شيء. نعم.